اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بي كي اكس تي، ورح اسوي اليوم طبعا قصة كثير تشين. رح نسوي مع بعض يعني هالقصة فيها، يعني هيك رح نستمتع فيها. طبعا اذا رح تمثل فيها معي اختي دانا يلي ما أنا مشترك بقناة دانا جيمر يلي هي اختي، روحوا اشتركوا عندها، خلونا نوصل 10,000 مشترك باسرع وقت. اشتركوا بقناتها، اليوم رح تمثل معي، فشكرا كثير لإلها صح. وطبعا قبل ما نبلش هذا الفيديو اشتركوا بقناتي وحطوا كثير لايكات. هلا خلونا نبلش، اشتركوا اول شيء وبعدين خلينا ننطلق عشان نسوي هاي القصة يلي كثير حلوة، رح تكون فيها جزء او جزئين ما بعرف، بس المهم خلونا هلا نبلش. يا انا جالسة هون قاعدة عم بشوفهم، اني ما عندي ولا اكل وحكت كثير جيعانة. مين هاي البنت؟ مين انتي؟ ها روحي هون، روحي من هون دغري. لا انا فقيرة، بليز اعطيني اكل بليز، والله الله جابت لي، بدي اكل بليز، انا كثير جعانة، انا فقيرة ما عندي ولا فلوس ولا اشي بليز. طب انت ليش بتحكي لي قصة حياتك؟ انت اصلا ما بتستاهلين، الا روحي من هون. لك انا طيب هي المدرسة يعني فيها اكل بقدر ادخل يعني؟ لا ما في اكل، حتى اذا كان باكل هو بفلوس ما راح تقدرين تشترينه. لك لا انت والله شو حقيري. شو قلتي؟ لا والله اسفه، والله خلص اسفه، راح اروح من هون خلص. روح يلا بسرعه. هيا هلا رح تروح تدخل على المدرسه. يعني انا ما عندي اكل وحتى كثير يعني انا ما عندي فلوس وهيك، رح اروح ادخل على المدرسة اسأل اذا كان هنيك في حدا. هي كثير شريرة، بقدر ادخل اشوف اذا كان في حدا بيكون لطيف يعطيني اكل، مشان كثير جعانة ورح اموت، يومين ما اكلت. مرحبا، في حدا هون؟ مرحبا يا بنات. اها انت لساتك هون؟ روحي من هون، هذا مو مكانك. بليز اعطيني بس هذا البرجر هذا بليز بليز. انا مو مثلك، انت كثير غنيه وعندك هيك اكل، ما عم تحسي بقيمه الصحه والاكل. انا والله كثير جعانه، اعطيني بس شويه بليز. طبعا ما راح احس بقيمه الاكل لانه انا دائما باكل، مو مثلك هي فقيره. يلا روحي من هون بسرعه بليز يا بنات، ما بدي المدرسه بتوسخ بسببك انت. لك انا والله عم بترجعكي، ما عندي اكل. روحي من هون، يا روحي من هون. حسي فيني، حطي مكانك مكان يعني حطي الموقف تبعي، حطي حالك بالموقف تبعي انه انت ما اكلتي لمدة يومين ولا اشي، حتى المي بس. طيب رح بروح خلص، رح اضل هون بالمدرسة اشوف. يا الله خلص انا رح اطلع، والله هي كثير حقيرة هي البنت، كنت بظن هي البنت جابها لقلي الله عشان انه تحس فيني وهيك وتعطيني اكل، بس والله شو ما احقرها. يا الله الله يكثر من امثالها. طيب رح اشوف اذا في حدا دق عليه الباب، هون ما في ولا حدا بهذا البيت. بليز بدي اكل، شكرا. هلا خلصت عندهم الدراسه، رح اروح استنى الناس قدام باب المدرسه اذا رح يجوا، عشان انا هنيك حدا بدي هاي المدرسه. المدرسه هو اكثر مكان فيه الناس، الاماكن الاخرى ما بنقدر ندخلها الا من غير ما كان عندنا فلوس. يا الله استنى هون حدا يطلع. يا الله خايفه تطلع لي هذيك البنت تيجي فوق وشي وتبهدلني. يا الله يا استنى حدا يجي. عم بسمع صوت، خايفة خايفة يمه، عم بستنى حدا يطلع. عم بسمع صوتها، رح احاول اني احكي لها انه تعطيني هيك اكل. يا الله كثير بتخوف، كثير بترعب. شو بتسوي انت هون؟ ما اقدر انا اروح عن هذا المكان لانه ما عندي ولا مكان ثاني، خلص بدي احكي عن حقوقي. روحي احكي حقوقك عند البوليس او المحكمة، مو عندي انا هون. يا الله شوي مصيبة. لك انا والله 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 انا ما عندي اكل، لك
بليز عم بترجاكي، انا والله ما عندي ولا سكر ولا اكل ولا شرب، بس انا عم بترجاكي بس 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 على الضباط صغيوري من اكل. شو يعني؟ انا رح اعطي اكل مثلك انت، ويعني بتقصدين عشان اسكنك عندي؟ بتحلمي انت او شو؟ بليز بليز ابوس ايدك بليز. اصلا ولا حدا رح يقبلك عندك عنده، لانه شوفي انت شكلك كيف، شوفي ملابسك كيف. لك والله الملابس تمزقت، كانت عندي احسن ملابس بس والله تمزقت من شان هيك مرور الوقت وهيك. اوه يا مسكينه، ولا ايش بتشكي هلا؟ ما عم تحسيني لك. خلص انا رح اروح، بس رح اروح اشوف اذا في حدا يعني بقدر انه يتبناني وهيك لا شي واحدة تقدر ترجعها اني ادرس في هاي المدرسة. بدي بس ادرس على الاقل ادرس او اشتغل في شي. طيب اشوف شي حدا يتبناني. يالله هذيك البنت شو ما احرم كلها كثير حيلة. كيف انتي هون جاية لحي الاغنياء؟ يا عمي انت بتكذبين عشانك فقيرة او شو؟ لا والله والله انا بس هون اجيت عشان افتش على شي حدا يتبناني او هيك. يتبناك؟ يا لك من مسكينة والله، مسكينة والله انت مسكينة كثير. طب انت وين بيتك؟ ها وليش تسألين؟ خلص خلص ما قصدت. خلص اوكي رح افاجيكي بيتي للحق جميل عشان تغيرين اكثر. يلا تعالي يا فقيره يا مغياره. شو هاد بيتك؟ يس هذا هو بيتي. واو طبعا. وبليز شيلي حذائك، شيلي حذائك لانه رح توسخين بيتي. لا 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 تخافي والله والله كثير نقي. كثير نقي؟ هاي هاي هاي, هاي يا بنت هاي. مرحبا بليز بليز ممكن اكل؟ بليز ما عندي اكل. هاي لا تتكلمي معاه. مين هاي؟ مالك خلق. اوف شوفي الاكل اللي عنا وين؟ هون ما رح تاكلي ولا عطي. دجاج لك انا والله عم باكل بس قطعي شو صغيره من الخبز. لما بحس كثير بجوع بترجم الناس تعطيني اكل بيعطوني بس شوي. اذا اكلتي وعطت وحده ما رح اسامحك. طيب بيتك كثير حلو. يس طبعا بعرف بيتي كثير حلو. شو متكبره هاي؟ كيف؟ شو قلتي؟ ولا شيء ولا شيء والله ما ولا شيء. تعالي تشوفي غرفتي كثير حلوه. يمو اوه غرفتي كثير هلا ما مرتبه. عندي فكره. لا لا ولا مرتبه حلوه. راح تصيري شغاله عندي. وتعطيني فلوس؟ يا رح اعطيك فلوس. طيب 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 والله لا اصير شغاله عندك والله. طيب طيب بقدر البسك ملابس؟ لا اعطيني ملابس تبع الشغاله. اوه يس رح اعطيك طبعا ملابس تبع الشغالة. يلا احكي لي لانه هي الملابس اللي بتلبق لك. طيب عيني هلا انا هلا رح البس. يا الله الحمد لله انه كنت عم بعرف انه هاي البنت سوف لإلي الله عشان اني هي اللي رح تغير لحياتي. ما بعرف يعني هي عم بلبس ملابس اللي اعطتني اياها. اوكي لا بسرعة لانه صراحة ما اقدر اتحمل بيتي وهو مرتب ابدا. طب شو رح البس بالشوز؟ انت ما اعطيتيني ولا شيء. البسي بس شوز يكون هذاك اللي اعطيتك. هاد خلص طيب ماشي هي لبست لك. تمام يلا بلشي بغرفتي الاولى. غرفتك كثير كبيرة. طيب لازم اتهدأ هاي اول مرة انا عم بشتغل وماني عارفة من وين رح بلش. بس طيب رح والاكل راح اعطي لك بالليل مع الساعة 3 بالليل، يعني لما بتكوني انت خلصتي كل شيء. الثلاثة الاي ام يا اما راح تاخذي هذا الاكل. خلص 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 هنا او لا خلص هنا عم ننظف والله والله هنا عم ننظف. يلا بسرعة. طيب طيب راح اجيب حيوان لطيف. حيوان؟ ايه ليش شو بيه؟ مرحبا يا بنت
انتي مين؟ بليز انتي مين؟ I love. عشك يا انا حبتني بسرعة. رح ادعم صديق، رح اعزم صديقاتي لحفلة المبيت، ورح يجون ويلقون الغرفة مو مرتبة. لا 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 والله هينا عم نرتب، هينا عم نرتب، وراح تصير احلى غرفة. خلص خلص ما يوي يا سلام ونفسي. ممكن احكي معك وينك؟ شو بدك اناديك يا احكي لي سيدتي. طبعا طيب طيب مدام، لاني انا سيدتك يا حبيبتي. طيب مدام يا شغالة. طيب ممكن احكي معاكي؟ طب انا يعني بقدر اني يعني بس اسالك عن كيف بقدر اني اتسجل بالدراسة، يعني لو كان عندي كم فلوس عشان اتسجل تسجل بالدراسة كم دولار؟ ما رح اقول لك لانه ما رح اسمح لك ابدا تسجلين في الدراسة. ليش؟ انت مو امي يعني، انت بس انا شغالة عندك عم تعطيني فلوس بعدين اروح عشان بدي اشتغل عشان لا الدراسة. لا رح تبقين هون في البيت. أو انت هلا لازم تهربين من الفلوس؟ لا 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 ما بدي اهرب خلص يا عمو. شو هذا المهم ايه؟ بدك تشتغلين وتاخذين اكل وفلوس او تروحين؟ لا بدي اشتغل عشان اعيش. تمام هي عم تسوي كل شيء. طب مدام بدك شي شغله اني اروح اجيب لك اياها من برا؟ انا طلبت لك شيء؟ بصراحه بدون جيبي لي معك بليز بيتزا. بيتزا؟ طيب 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 رح لان كثير صديقاتي بحبونا. طيب هي كمان شكله كثير جعان عم تحكي هيك ايموجي. طيب طيب مدام رح اطلع ورح اجيب لك بيتزا، بعرف كثير منيح وينه، رح اجيب لك ازكى بيتزا. ياي ياي طلعت رح اروح عشان اخذ شي كتاب، رح ادخل على مدرسة عشان بدي ادرس عشان ابقى اكبر بدي اشتغل بشي شغلة ما اقدر هون بالبيت. انا هون بس حاليا يعني بشتغل بهذا البيت عشان اصير غنية. يا الله الحمد لله، شوفوا انا كثير فقيرة ولساتني صغيورة. كم عمري انا هلا؟ ما بعرف صراحة كم عمري، بس المهم ولدت بسنة 2008 هيك ما بعرف. المهم هي بيتزا اعطتني كثير فلوس. كم انا رح اشتري بيتزا؟ رح اشتري رح اخذ 2. طيب رح اخبيه عندي هون. رح اروح اخذ معي اول شيء هنيك كتاب رح ادرس فيه شوي بالمدرسه، رح اقرا هيك الكتب عشان بدي ان استفيد، وهيك عشان بدي انا لما اكبر اصير هيك بدرس، يعني بدي اشتغل هيك بشغله كثير منيحه، لهيك بدي ادخل وادرس. رح اقرأ شو كان مكتوب بالسبورة. طيب طيب بيحكوا انقلوا هدول التمارين. طيب رح اكتب دغري دغري بسرعة هاي التمارين بسرعة عشان اسويها بالبيت بالسر ما يشوفني ولا حدا. طيب هيني عم بكتب. طيب لما رح اروح للبيت رح اسوي التمارين. هلا رح اجيب معاي البيت رح اخذها عشان اوديه لهي البنات يلي ما بعرف شو اسمه، مو كثير كثير متكبرة. ايو ما بعرف حتى وين امه، يعني هيك بتركته هيك دغري. هي مو وزعت بيتزا؟ كنت كمان عم بشتغل مثلك بس ما عم يعطوا كثير فلوس. ما بدها حتى تحكي لي كم بتاخذ من، يعني كم لازمني فلوس عشان اتسجل بالمدرسة عشان بدي اجمع فلوس واروح كمان ادرس. لك الدراسة اولا والفلوس كمان والاكل والصحة. اوه يو 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 لا 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 بدها بيجي الليل. لا 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 لك صديقتها هلا رح يجوا، كثير تاخرت بالمدرسه. لك لا ما شاء الله ما بدي اتاخر لك. طيب يلا يلا بسرعه بسرعه. يا شكرا صديقاتها هلا بدهم يدخل على البيت تبعها. طيب يلا يلا بسرعه رح اروح على بيتها. والله وصلت رح ادق الجرس وبعدين ادخل. هيا صديقاتها بدأوا بيجوا. يا الله مدام هيني اجيت. تعالي بسرعة. جبت لك البيتزا وينك؟ انا في البيت. ليكي ليكي هاي البيتزا.
عم ترقص مكسخة ومهيصة مع حالها. انتي شو دخلك؟ لا ولا شيء، والله ما حكيت اشي، بس كنت عم تخيلي. يلا اعطيني بيتزا هلا. هدول صديقاتك. طيب خدي البيتزا هي بايدي، شفتيها؟ خدي. خلص رح اروح انا انظف هدول باماكن ثانية. طيب يلا روحي بسرعة. ياي طبعا هلا خديت انا الكتاب ورايحة هلا على المطبخ. انا هون مو المطبخ بس هذا امك. يلا نقص يا مهيص مع حالها. طيب هي كمان عم ترقص قاعدة، هي كمان اجت قاعدة عم تشوف. مرحبا مدام، شو بدك؟ بدك شغلة؟ بدك تاكلي؟ شكله لا ما بده. طيب انا سويت التمارين اللي سويتها، اللي طبعا هم كانوا تمارين مو من جوزي، نقلتها بالفطار عشان لما اجي البيت اسويه. يلا والله يا صديقاتي كثير الحمد اليوم استمتعت. صح استمتعي مع حالك، استمتعي. اوه يو 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 يو, يو. طيب وهنا عم سوي التمارين. طيب هيني خلصت هذا الدرس، فهمته كثير منيح، فهمت درس المات والانجليزي وكمان العربي وفرنسي وكل شيء. يلا باي. رح انا صراحة والله استمتعت معاكم اليوم. يلا باي. يلا تعالوا اوصلكم على الباب. تعالوا يلا وصليهم على الباب. اي باب؟ وطلعت. طيب هاي اللي طلعتون هو يوم طلعوا، وهلا رح ادخل انا عشان اروح عند هاي البنت اللي قاعدة عم بشتغل. نظف لكم الغرفة وينك؟ طبعا انا رح ننطفيها، يعني بدون ما رح اخبرك ننطفيها. طيب طب انا وين رح انام بليز؟ مو وقتها هلا. طيب شو هاي؟ نطفي بسرعة لانه انا كتير نعسانة. طيب وامتى رح اخذ اكل؟ مالك دخل هلا، مو وقت السؤال هلا. طيب هيني عم بشتغل، هيني خلاص. بس طبعا يا جماعة هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، بنكون خلصنا الحلقة الأولى. طبعا زي ما حكيت بالأول إنه بقدر أسوي حلقة أو حلقتين أو ما بعرف صراحة كم، بس أنا قررت أو يعني إنه الفيديو كثير طويل، فحبيت إني أسوي لكم تكملة بالجزء الثاني. أنتوا احكوا لي شوف نظركم راح يكون يعني مثلا هي البنت الفقيرة شو راح يصير معها والبنت الغنية شو راح يصير معها. أنتوا يا جماعة احكوا لي شو برأيكم شو راح يصير. طبعا معنا البنت الفقيرة كانت في الاول كثير 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 فقيره، ما عندها اكل ولا شرب ولا اي شغله، بس بالتالي طبعا البنت الغنيه اجت وشغلتها عندك شغاله عندها بالبيت. وبعدين يا جماعه طبعا انا هلا بالجزء الثاني رح احكي لكم بعد مرور كم سنه، يعني بعد مرور سنوات بعدين رح اسوي لكم الاحداث شو رح يصير. احكوا لي توقعاتكم شو رح يصير. بس بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقه، احكوا لي ارائكم، احكوا لي اذا كان عندكم اي خدعه اي فكره اي شغله اسويوا طلعت عليكم. بس هيك بنكون خلصنا هذا الفيديو، اتمنى عجبكم. اشتركوا بقناتي، حطوا لايك، اشتركوا اهم شيء مشان نوصل 50,000 مشترك يا جماعه. ضل يومين وثلاثه على عيد ميلادي يا جماعه، فيوم 7 ان شاء الله انكم تسووا لي هديه. واصحى انام واصحى ولاقي عندي 50,000. يلا سووا لي يا جماعه هديه يا جماعه. بس بحبكم باي.